السلام عليكم. إن شاء الله سنقوم بإصلاح دائرة الكاميرات الخاصة بكاميرات المراقبة. جاءتني وهي يعني ربما ارتفعت التيار فأتلف أحد القطع، ومن قبل جاءتني واحدة اشتراها صاحبها يعني جديدة وبها عطل. نفس يعني المشكل يتكرر دائما في هذه الدوائر الخاصة بالكاميرات. الآن سنقوم إن شاء الله بفتح العلبة ونرى ما القطعة التي تعرضت للتلف. إذا مباشرة بعد أن فتحنا العلبة يظهر لنا هذا السواد هنا، دليل على انفجار أحد القطع. الانفجار خارج من هذه المكتفة C8، لأن بها نقطة هنا سوداء. ستلاحظونه هنا، هي المسببة هذه غالبا هذا المشكل. سنتأكد الآن من الفيوز والقطع الأخرى. هذا الفيوز جيد، وهذا البونتي ديود حتى هو جيد. هذا الديود هو جيد. إذا سنغير هذا المكتف ونرى. لأن هذا هو المنفجر. لا يعطى أي قراءة. سنركب واحدة مكانها نفس القيمة 10 نانو، وهذه كذلك مكتوب عليها 103.1 كافي. لا يهم الحجم.
بعد أن قمنا بقياس يعني القطع الأخرى تبين أن يعني كل شيء عادي. نبدا نجربها عبر لمبات السيريال لكي لا نحدث أي تلف آخر بالدائرة. الآن سنجربها. قد أحضرنا هاد لمبة السيريال، يعني هذا كنت قد شرحته سابقا. نجرب عليه الدوائر بعد إصلاحها لكي إن وجد عطب آخر لن تضيع في أي قطعة، لأن أي يعني شورت في الدائرة ستضيء اللمبة، وإن كانت الدائرة شغالة عادية اللمبة تمد وتنطفئ بسرعة كبيرة، يعني دال على أن الدائرة تسحب بشكل عادي. أما إن كان هناك يعني تماس أو قطعة معطوبة تؤدي إلى ضرب الفيوز أو شيء ما، فاللمبة تضيء باستمرار. وهنا نركب الفيش هنا. يعني هاد الفكرة هذه عبارة عن أن هنا المقبس الكهرباء يتصل مباشرة بخيط واحد باللمبة والآخر يعود إلى الجهة الأخرى. إن اشتغلت بشكل عادي ستلاحظون أن الضوء ستضيء بسرعة وتنطفئ كما لاحظتم. إذن الليدات اشتغلت. نقيس الجهود. موجودة في كل من الأقطاب. إذن كان العطب فقط في هذه المكتفة، والدائرة الآن تشتغل. إذن أتمنى أن يستفيد من هذا الفيديو من وقع له عطب. فغالبا هذه الدوائر يقع لها عطب إما في هذا المكتف يكون منتفخ، أو في البونتي ديود هنا والفيوز موجود داخل هاد الكاج بالبلاستيكي. فقط هذا ما يتم ضربه في هاد، يعني إن وقع فيها عطب مثلا ينضرب أو يحترق هاد البونتي ديود ثم الفيوز وهاد المكتف الكبير. مع الاستمرار يعني في التشغيل لمدة طويلة تلاحظ انتفاخ في هاد المكتفين، ويكون نادر يعني عندما تشتغل لمدة طويلة. المهم هذا ما في هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.